افتخار وفخر للرجاء. جعل اللقاءات الحصه التدريبيه الاخيره مقفله مع 8 لاعبين الرجاء. الثقه في كره القدم. عايد العاري، عايد العاري، رصيه يا جور يفعلها ثانية. قلت لا ثقة في كرة القدم، يا جور عريث هذه المقابلة، عريث هذه المقابلة، الفتى الأسمران يا جور، يا جور يفعلها ثانية وكأن به يؤكد لفريق السابق الرجاء أنا هنا. لا ثقة في كرة القدم، والقلعة الحمراء تنتعش في مقابلة تحبس الأنفاس. جميل ورائع هذا الذي فعلته الوداد بعشرة لاعبين في مقابلة بسيناريو هيتشكوكي. ورجل المقابلة، عريس المقابلة، فارس المقابلة، محسن ياجور ابن الدار البيضاء. هدفين لواحد، الكرة القاتلة، الرأسية المركزة، صناعة ودادية محضة أمام فريق كبير اسمه الرجاء. الوداد يشعل المدرجات، سيناريو غريب. في تلك الأثناء صمت رهيب